أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الأقوال المأثورة عن السلف في التفسير هل تقبل بدون البحث في السند أم لا بد من البحث في السند الموصل إلى أصحاب هذه الأقوال؟ يا أخي، العلماء الراسخون دونوا هذه الآثار وهذه الأقوال ومحصوها، وهم محل الثقة، هم محل الثقة ولله الحمد، لأن عندهم من العلم والرسوخ في العلم ما ليس عندك، فيكفي أن تقتدي بهم وأن تستفيد من كلامهم ولا تتشكك في ذلك. نعم.